يسعد مساكم جميعا عبر راديو روتانا كالعادة بهالوقت منطلع عليكم ببرنامج تروق مع فقرات عديدة وموضوع منطرحه عليكم ومنتناقش نحن وياكم من خلاله. كيفك اليوم روى؟ يا أهلا وسهلا، يسعد مساك إلي فارس، يسعد مسا كل الأشخاص اللي انضموا لنا بهاللحظات، اللي عم بيشوفونا عبر شاشة عمان تي في وعم يسمعونا عبر هوا راديو روتانا. حلقة جديدة، نقاش جديد، موضوع جديد، أخبار إن شاء الله تكون كلها فرحة وسعادة. أنا عم بطلع على الدراسة اللي أقامها المعهد العربي للبحوث الاجتماعية. نعم. بتقول إنه بعد دراسة قاموا بتطبيقها على 3000 رجل عربي أثناء فترة فيروس كورونا، أفادت الدراسة إنه 2500 رجل من أصل 3000 مصابين بالتشاؤم بسبب الأزمة. بسبب الأزمة والأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وأضافت أنه كمان قاموا بتوجيه الأسئلة لزوجات هؤلاء الرجال لتبين أنه ما بيعانوا من التشاؤم. نحن ما منعاني من التشاؤم، ولكن عم نحاول قد ما نقدر ما نخليكم تعانوا من التشاؤم، لأنه إذا أنا عانيت من التشاؤم وزوجي عاني من التشاؤم شو بده يصير فينا؟ يعني على هالحالة بدنا نكتشف اليوم أنه يعني فعلياً كيف أو كيفية التعامل مع الرجل المتشائم، وخاصة بهالظروف المعيشية والظروف الوبائية اللي عم نعيشها حاليا. إضافة إلى ذلك، يعني هلأ أنت حاطة سؤال، هل فعليا جميع الرجال مصابين بالتشاؤم؟ شو غلطت؟ لا مش جميع الرجال، يعني أنا طبعا حاطة سؤال، مجرد تساؤل، هل فعليا كل الرجال مصابين بالتشاؤم؟ وهل التشاؤم بس بسبب هالظروف اللي عم نحكي عنها أو في لا أنتوا بطبعكم متشائمين أساسا، يعني هو كان ناقصنا كمل النقر بالدفك بيقولوا دايما، يعني أنه بحطوا الأسباب من وراء الظروف الاقتصادية، من وراء لا من وراء النسوان، من وراء النسوان شو بدك؟ يا إذا واحد عنده بومي بالبلاد، بومي مثلا ما بسمح لك، اوعك ما بسمح لك ترجع تعيد هذا المصطلح مره ثانيه مثلا، يعني هذا نوع من التشاؤم ايضا، يعني انه ما فينا نحط كل التشاؤم من وراء هالظروف من وراء هالاوضاع هيدي. كيف بتتعاملوا يا اعزائي السيدات الصابرات مع الرجل الزوج المتشائم بهي الفتره، او يعني هو هيك متشائم من يوم ما اخذتي؟ وهل فعليا جميع الرجال حسب الدراسه مصابين بالتشاؤم؟ وليش يصاب العديد من الرجال بالتشاؤم فقط؟ ليه الستات بتضل روحهم مرحة مع أنه هن عايشين بنفس الظروف الاقتصادية اللي عايشها الرجل؟ وين يعني الستات إذا الرجل عنده ظروف اقتصادية صعبة كمان الست رح تعيشها معه، يعني هي ما حتعيش بكوكب الزهرة وهو بكوكب الأرض، عرفت كيف؟ هلأ احنا عايشين بنفس البيت. أنت أعلنت يعني سر كتير خطير، أنه يا لطيف أنه الستات دائما روحهم مرحة، دائما روحنا يعني مرحة إذا ونغير الأجواء. إذا الست روحها مرحة يعني ما لازم يتشائم أبدا الرجل. مين حكى؟ أقسم بالله إنكم يا رجال بتشتروا النكد مشترى. لا أقسم بالله بتشتروا، بتدفعوا حقه عقولة هادي بالعملة الصعبة، بتشتروه مشترى، بتجيبوه على البيت شرى هيك. بس من مين بنشتريه؟ من الظروف الاقتصادية واللي بتشوفوه برا، بتجوا على هالبيت بتفشوا خلقكم بهالمخلوقة اللي قاعدة اللي هي عليها ميت هم مهم، بدها تفيق الصباح، تزبط، تعمل، تدبر الحالة الاقتصادية، بدها تحسسك بس ترجع على البيت إنه الحياة وردية، الحياة إنه حلوة، كل شيء موجود، إنه الحياة طبيعية، بس أنتوا بتشتروه مشترى. إحنا رح نبدأ بتلقي اتصالاتكم طبعا لنتناقش نحن وياكم وناخد رأيكم على الرقم 06-569-099. يلا إذن هذا هو موضوعنا، بدنا اليوم نحاول نقلبه من موضوع التشاؤم إلى موضوع التفاؤل، لموضوع الطاقة الإيجابية والتفاؤل قد ما نقدر. بدنا نستقبل أول صوت متفائل معنا واللي هي الست مريم، يسعد مساكي. مريم ولا دلال؟ ست دلال، أهلا وسهلا. لا. أهلين فيك مرحبا. هلا يا حبيبتي، شو أخبارك؟ أهلا وسهلا فيك ست دلال، كيفك إلين؟ الحمد لله. نور الشاشة أنت وروعة يا حبيبة قلبي، أهلا وسهلا. ما شاء الله عندكم، ما شاء الله حلوين ونازلة فلخ بلين، ليه حرام؟ قال نحن، قال الرجال بيتشاءموا من النسوان، هم ما بيتشاءموا من الأوضاع الاقتصادية، في هيك ظلم يا ست دلال؟ لحظة، أنت حكيتي بس أنا مش معك.
بعرف انك مو معي من زمان انت بايعتيني. اسمعي هلا انت حبيبتي. لا اسمعي ست دلال شو رح تقلي. هاتي يا ست دلال. بس تطلعي في نسوان كتير نقدين اكيد يعني جوزها معه ما معه بتنكد عليه يعني بتطفش من البيت. هلا في هيك بس اليوم دراستنا عم بتقول انه الرجال متشائمين. انا ما بعتبر من وضع الاقتصادي من فيروس كورونا ام راح هو نسي الموضوع الاساسي وركزلي على النسوان. سيد دلال معلش هو بيستفزني. معلش هلا في خطا في لغط بالكلمه يعني انا ما بعتبر انه الرجال متشائمين. يمكن خيفانين من الوضع الاقتصادي هم خايفين من الوضع الصحي ولكن مش متشائمين يعني لا بده يتشائم. لحظه هم مو متشائمين هم حرام الظروف الاقتصاديه اللي هم عايشين نعم. فيها نعم اللي بتخليهم مثلا يكسروا ما يحكوا ما يتكلموا واحنا كمان بدورنا الله يكون بعونهم بنزيد عليهم. لا عن جد الله يكون بعونهم. انا مو متزوجه يعني بس بشعر بالرجل اكيد انا مش ضده ولا هاد في زلام يعني قبل الحلقة هاي قلت لك في زلام مظلومين صح يعني أنا مع إيلين يعني أنا لما قلت له إحنا إيش قلت له نسيت قلت له نحن والله بنعطي طاقة إيجابية بعدين والله مو كل أصابيعك مثل وحدة ياسة مثل بعضها. يمكن أنت غير بس في نسوان يعني أنا كان مجال عملي زمان مع الستات أوكي يعني أقول لك الله يعينك. أنا يعني بنت أكره بنت حقه معك حق بلا يعني عن جد انت ما يعني بتشوفي لما تطلب منه وبتصيح وبتعمل بعدين غيرينا الفقرات هاي كلها عن الزواج وعن الستات. حاضر حاضر من عيوني هيك يفرحنا وينعنشنا يا حبيبة قلبي من عيوني انت طلبي وتمني بالأبيض بالجنة يا حبيبتي يا طارق فيكي كمان مرة. الله يسعدك الله يسعدك ويخلي لي اياكي يا ست دلال. شكرا ست دلال اهلا وسهلا فيكي. اذا حنتابع مع الاتصالات المباشرة وهلأ معنا فرفوشة البرنامج الست هاجر عطيات أم يزن. يسعد هالمساء. مساء الورد كيفكو يا حبيبي. يا هلا يا حبيبة قلبي. أم يزن شو أخبارك؟ طلعت معنا على الهواء أم يزن؟ شفت كيف؟ تقلاني علينا. لا امبارح قالت لي ما عم بيعطوني مجال اطلع على الهواء. تقلاني مو تقلاني. انتو ما بتردوا علي. شفتي يا حبيبتي حكم غيرين تحت الهواء صبية حاطين أه. اول الشاب كان بس اشتكيت عليه من اللي حضر بطل يخليني احكي بالمره. لا 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 حقك علينا بيطلع لك عنا عزيمه. بعدين صار في ما شاء الله ديكور جديد ياخذوا الاسم من وين ساكنه وشو تنتخبونا ولا خايفين. لا بدنا نعرف انتم من وين عم تحكوا معنا يا حبايب قلبنا. يا الله ما احلاكوا. يا حبيبه قلبي يا ست ام يزن اليوم عم نحكي عن دراسه انه الرجال عندهم تشاؤم هي الفتره بسبب الظروف بعد جائحه كورونا. عندهم خوف وعندهم خوف. ام راح الي راح اشكي لك يا اسمك زمان ما طلعتي على رح اشكي لك يا ام راح الي شو بيقول. بيقول اصلا كل نكد الرجال وتشاؤمهم من ورانا نحن الستات. لا مش من ورا الستات. انا قلت من ورا البوم اللي عنده يمكن يكون فيه حواليه بوم بالبيت. استنى شو قلتي؟ احنا اللي جبنا لكم والله ما بعرف قولي له. كورونا عليك ولحالكم مش على العالم كامله يعني. يعني هلا مبدئيا هو خوف يعني مبدئيا خوف. طب ليه يعني خايفين؟ طب احنا كمان خايفين مش بس انتو. لا انتو ما بتخافوا. ليش والله ما بنخاف؟ انتو ما بتخافوا. احنا منحسش وانتو بتحسوا. نحن ما بنحس بوجهة نظرهم يا حبيبتي. احنا مبلدين يعني وانت اللي بتحسوا على اساس انه اذا كان وضعه الاقتصادي هو مش انه متدهور على اساس ما رح يتدهور عنا. طب ليش السؤال بالنسبة للرجل هو متشائم انما المرأة لانه طبيعته هو نكدي وطبيعته هو طيب انه الله يبرد قلبك. المرأة لا تتشائم يعني اسمعي مش ملاقي اي حجة راح حكى بالكورونا ولا هو طبيعته بده ينكش المشاكل من تحت اظافيره هو طبيعته نكد. طيب ام يزن يعني بهالاحوال اللي عم نمر فيها يعني ليش انه عملوا دراسه عن الرجال ما عملوا دراسه عن النساء انه هل هن كمان متشائمات او لا؟ عملوا دراسة
الناس، لانه هم الزلام اصلا نكديين، ما عملوش على النساء، عملوا على الرجال. بالضبط، لانه دائما بقول له، دائما بقول له بس هو ما بيرد علي. الصيت إلنا والفعل يعني إلكم. صراحه يعني هسه خلينا للجد. قولي. راح المزح واجي الجد. من ناحيه الكورونا والله مش لحالهم الزلام، يعني انا كنت مش مصدق انه في كورونا، عن جد ما كنتش مصدق، وكنت وحكيت مره على الاذاعه انها شغله هيك ايش معنى يعني. بس طلع إن يعني زي هيك حالة، ناس بعرفهم، يعرفهم عز المعرفة. نعم. هيك صرت أخاف هسا. انصابوا بالكورونا. نعم. بالضبط، يعني الواحد صار يخاف وبيحسب. الزلام لحالهم اللي خايفين، لا هم الزلام لحالهم النكديين. لا يعني هلا اتضح لي شغلة هلا ميزان، يعني تفضل. إنه هيدا عدوى يمكن أخذ الرجل من المرأة. عدوى شو؟ استني. أيوة. العدوى قال. مش بقول لك هم الأصل النكد، لأنه عملوا عليهم دراسة، هم النكدين. شكرا. النسوان. أصل النكد الرجال. ليش عملوا العد عليهم مش على النسوان؟ هات فسر لي. وينكن يا رجال؟ يلا فسر. صار بدهم مين؟ صار بدهم مين يعينه؟ وينكن يا رجال؟ فسر. شوفوا شو عم يتهموكم. قولي واطلبي، ولكن الغنية اللي بدك إياها بعد هالحكي. أيوة. معاش الزعل. معاش الزعل لأنس كريم. حلوة ولا قلولتي. يا حبيبي. تسلم يا أم يزن. على هيك بس ترني أنا بدي أطلع رد عليكي. أطلع من الاستديو. يا رب يلقط معي الخط دايما يا رب. بإذن الله يا سيدي. وصيها هاي تحت الهواء. حاضر على راسي. شكرا أم يزن. أهلا وسهلا فيكي. إذا موضوع التشاؤم سمعنا فيه رأيين متناقضين، رأي من ست دلال والرأي من ست أم يزن. فما بعرف يعني شو يعني ليش أنت حولت الموضوع كله. أنا بدل ما تشاؤم، بدل ما نوقف مع الرجل اليوم وندعمه نفسيا ونخلي كل واحد هلأ عم يسمعنا وهو راجع على البيت، مين قالك عم يسمعنا ما في ولا رجل متشائم؟ أنا بعتبر عن النسوان. أنا بعتبر إنه ما في ولا رجل متشائم، يمكن عنده نوع من الخوف على الوضع بشكل عام، ولكن منه تشاؤم أبدا. ليش أنتوا هيك اخدينا بهالأسلوب؟ دراسة سمتها تشاؤم ونحن جبنا هالدراسة وحبينا نتناقش فيها. روح احكي مع المركز، روح احكي مع المعهد العربي للبحوث الاجتماعية وشوف شو الوضع عندهم. هلا ما بعرف أنا كيف اخدين هالدراسة، هن على أي أساس؟ هو دايما بشكك بكل الدراسات، بس الدراسات اللي ضدنا هو معها 100%. على كل حال في حل كتير بسيط وسهل. نسمع غنية أنس كريم ونهديها للست هاجر. مش بس هيك، كمان في غنية ضلت حكي لإله، أنت ما بتشائم، خديها نصيحة. قبل ما نتوقف مع بريك بدنا نوجه تحية للدكتور إبراهيم السعودي، عم يسمعنا هلأ. تحياتنا لإلك دكتور. من بعد البريك رح نتابع، خليكم معنا. منكمل معكم بموضوعنا لليوم، ولكن قبل ما نكمل في عنا تحية لبنتين صغار حلوين كتاكيت بجنن، وماريا وماريتا عم يشوفونا هلأ على شاشة عمان تي في. هلو ماريا. هلو ماريتا. حبايبي عم يحضرونا، أكيد نوجه تحية لوالدتهم لورا أبو هدبة، فتحياتنا للجميع. وقبل ما ننتقل للاتصالات بدي وجه تحية لعادل، بيقول قبل ما نعرف أفضل طريقة للتعامل مع الزوج المتشائم لازم نعرف مين السبب بالزوج المتشائم، اللي هو النسوان النسوان النسوان. هيك قال عادل؟ ايه هيك قال عادل. لا إذا أنت غلطان يا عادل، معقولة إنه المرأة يعني تسبب لك تشاؤم؟ شفتوا كيف؟ أنا بسمع تيمون بريك، بطلع بحكي كلمتي وبرجع، الكل بيرجع حباب بعد البريك. بناخذ معنا سارة على الخط. سارة مساء الخير. مرحبا، كيفكم؟ أهلا وسهلا. سعد مساكم. هلا حبيبتي. عن جد هذا الناس تتغير بعد الفواصل. هلا بلشت تجيكي الفاصل الثاني تصير غير. بيصير غير، هل يمكن شكله بيقوى علي هنن؟ زوجك جنبيك؟ فراس جوا. احكي بسرعة يعني. لا عادي بحكي. خبرينا هلا كيف وضعه هو؟ متشائم دخلك؟ شوف هلا مش ما بتيجي شغلة متشائم، هلا احنا ما بدنا نحكي انه الرجل متشائم او المرأة سبب التشاؤم. هلا بشكل عام بترجع للسبب اللي يعني بيخلي ممكن الرجل مثلا ما بتشائم، احنا بدناش نحط كمان الغلط على الزوجة. ايوه، انه يعني احنا نكون سبب التشاؤم. بالضبط. ممكن الرجل مثلا يكون عنده شغله، في سبب بشغله خلاه يتشائم.
فهلا ما اتوقع انه التشاؤم دائما بالحقوق بالزوجات. طيب انت لما بيكون تشائم الزوج احنا بنيجي من فوق يعني بنقعد معه كيف بتعاملي يعني هالحاله انت هالحاله تحديدا كيف بتتعاملي معها؟ هلا شوف انا ما بدي احكي عن فراق انا بدي احكي بشكل عام. هلا الحلو انه بالزوجه اذا شافت زوجها متشائم ما تحاول كيف بدنا نحكي انه توضح سبب تشاؤم يعني ضلها زين ليش متشائم ليش انت هيك لا تحاول تبعد عن فكره التشاؤم يعني تشوف له الصفات الايجابيه اللي عنده تحاول تعززها تحاول تغير يعني النفسيه ما تخليه بالجو اللي هو فيه لانه راح تاثر عليها هي بالضبط صح يعني تحاول قد ما تقدر تطلعه من هذا الجو اللي هو فيه. فهلا بدنا نعاوب نحكي ما تحطوا دائما انه المراه هي سبب التشاؤم لانه شيء من الاخر هذا الشيء هلا بشكل عام نحن عم نحكي انه حسب ما ذكرت الدراسه انه دائما الرجل متشائم من الاوضاع اللي عم نمر فيها حاليا الاوضاع الاقتصاديه يعني الاقتصاديه الوبائيه يعني. وغيرها بس انه مش بس يعني هذا هو سبب اذا في حال يعني هناك في تشاؤم ولكن انا اعتبرته انه مش تشاؤم يعني هو خوف ما انه تشاؤم بالضبط. انا شوف التشاؤم يعني مش سبب انه نحكي الاقتصاد هو سبب تشاؤم ممكن الرجل هو نفسه اصلا متشائم بالضبط يمكن هو تكون شخصيته متشائمه. احنا بدنا نتشكرك يا ساره يعني كيف بتكون في شخص متشائم وفي شخص هيك بيخلق يعني هو هيك عنده طاقه في ست متشائمه وفي ست ما بتكون متشائمه دائما ما في اسباب بتهون يعني. على حالها يعني بيكون شخصيات بنروح لها. مين معنا هذه؟ تهاني سعد هالمساء. ومساكي يا رب ومسائلي فيكم. اهلا وسهلا فيكي. سهلا شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. هلا يا حبيبتي شو اخبارك؟ كيفك يا ست هاني؟ والله بخير الحمد لله. الله يسعدك اخي لي. الله يخليكي. انا والله بالنسبه للموضوع ايوه انا والله لا مع الرجل ولا مع المراه بس بحكي الدغري صراحه. قولي يعني انا كست يعني بقدر انه اني احكي الضمير تاعي. نعم قولي. هلا بالنسبه للرجل والله انه مسكين والله معلش ما تزعلي اخرى لا بالعكس مش كل اصابع زي بعض اكيد ولا اصابعهم زي بعض طبعا بس لكن والله يعني الواحد يحكي الضمير ماشي انه الزلمه بتعب وبشقى وماشي والحياه الاقتصاديه ماثره عليه صحيح. وعلى العيله طبعاً. وعلى البيت فلازم يكون يعني الاثنين يعني اذا الزلمه ما في معه المرأة ما تقعد تحكي له ما في تعيش زي ما هو عايش الزلمة تمشي معه تصبر تتفهم ما تتشائم نعم. ما تتشائم يعني إلا الله يفرجها يعني مستحيل إنه يضل الوضع زي ما هو بس بالنسبة للمرأة يعني إذا الزلمة يعني منين بده يجيب إذا فات على البيت مكسر بوجهه لو شو ما جاب يعني أنت بتعتبري يا ست هاني بتعتبري إنه هو تشاؤم ولا هو خوف؟ لا هو خوف من المستقبل خوف خايف من الوضع الاقتصادي خوف خوف فلازم يعني الواحد انه يعيش زي ما ربنا كاتب لو الا الله يفرجها ان شاء الله باذن الله. الله يفرجها على الجميع يا رب. ست هاني اهلا وسهلا فيك. اسمع جديد الوليد الحلاني اغنيه بعنوان قالت لي. طبعا هالاغنيه من كلمات والحان ابوه عاصي الحلاني. رح نتابع هلا مع مين عبد الكريم يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك والله زمان. اهلا فيك يا اهلا وسهلا. الله يخليك. طبعا موضوعكم كثير حلو. تسلم. الله يسلمك. مع انه كان في اتهامات كثير محطوطة على الرجل بس انا ضد هذا الحكي كله. انا ما قلت وضح له بس يا سيدي العزيز وضح له بس لروعه هيك وجهه نظرك. اوضح لك هلا نعم. اول شيء انا ضد فكره ام يزن انه بتحكي انه هم عندنا دراسه على الرجل انه هو الزلم النكد او هو الزلم المتشائم نعم. هلا خلينا نرجع احنا بما انه بوضع الكورونا والشيء اللي احنا عايشين فيه كل العالم هلا عماله بيعمل دراسات على شو؟ على الكورونا صحيح. بس ما حدا عمل دراسة على الإشي الأساسي اللي هو الخفاش اللي طلع منه الكورونا. فأنا حسيت الموضوعين كثير مترابطة في بعض. نعم. عمل الدراسة على الرجل مع أنه الرجل هم بيحكوا عنه نكد. هو الرجل أبدا مش نكد. أوكي. وإيش الطبيعة اللي بينحط فيها هو عماله بيطلع منها. إذا روح على بيته وكان كل إشي موجود مرتاح نفسيا أو لو حتى دخل على بيته معصب
مرته هي اللي بتخلي يغير مزاجه. أيوة. هلا هذا الشيء متأكدين منه، ولكن انت بهي الفتره اللي عم بتمر فيها سيد عبد الكريم، عم بتحس في تشاؤم؟ عم بتحس زمايلك متشائمين خايفين مرعوبين؟ اكيد هو بيكون خايف، ليش بيخاف؟ وما بدي خاف على حاله، بدي خاف على الناس اللي معاه، على عائلته أكيد. على عائلته، على أولاده. هلا إذا كان هو مأمن إنه معاه فلوس أو الوضع الاقتصادي تبعه كان كويس، ما حيعكس هذا الإشي على بيته. طيب افترض لو انعكس هذا الإشي على بيته، اللي في بيته كمان برضه هم يغيروا له مزاجه. أنت كرجل لما بتحس فعليا إنه عندك خوف أو بعض التشاؤم، شو بتحب زوجتك وعائلتك أو الناس تقدم لك لحتى يروح هذا التشاؤم؟ أنا بحكي يعني كان شخصي، أنا ما بحب أقعد في بيتي. لما بحس حالي إني بلشت بدي أطلع نكد أو مثلا إني متشائم، بينسحب من البيت، ما بنسحب من البيت حتى إنه ما عكسوا عليهم. حلو، برافو عليك، برافو عليك، يعني حتى ما يدخل جو النكد على البيت. بالضبط، بالضبط. أه. تمام. في بعض الأحيان بضطر إنه الواحد خلص ما فيش مكان يطلع، ما فيش طبعًا مكان تروحه، إنه صار النكد موجود. نعم. برضه كمان اللي في بيته الواحد بيغير له نفسيته 100%. مش دائما إنه نضغط على الرجل إنه والله أنت النكد، أنت النكد، لا مش هيك. هو زلمة بنكد لأنه ممكن ما فيش والله معي فلوس إني بدي أقضي احتياجات بيتي. صح صح صح، مليون بالمية. أنا بهي بأيدك. شوف يعني أنا بهي بأيدك، لأنه فعليا أيام الواحد بيوصل لمرحلة أنا مو طالع بإيدي أعمل شيء، أنا مو طالع بإيدي أجيب لكم أكتر من هيك. هذا الوضع الاقتصادي اللي نحن موجودين فيه، الله يفرجها على الجميع. يعني يا عبد الكريم، في دور للمرأة يعني هون طبعا في دور للست، وأنا ما عم أقول إنه الست هي كمان يعني هي لازم، هي مصدر الفرح وهي مصدر السعادة، وهذا الشيء قلته من الأول. يعني ممكن تغير، بس انت تفاعل، يعني لما تعمل لك انترتينمنت تفاعل، يعني ضل تحكي. مش دائما بيكون الانترتينمنت في مكانه. ايوه. شكرا لك، احنا بدنا نشكرك، اهلا وسهلا فيك. رجعنا سوا لنتابع مشوارنا معكم ضمن تيروق، وضمن موضوعنا اللي طرحينه اليوم عن الرجال المتشائمين بالوضع الحالي. يعني انه هالدراسه يعني هي اقيمت في دبي بالامارات العربيه المتحده. هلا ما بعرف اذا نسبه من الرجال هون متشائمين. على كل حال نحن بعدنا عم نتلقى اتصالاتكم على الرقم 0656920099 لناخذ كمان راي بعض الرجال. هلا في عنا المشكله انه ستات اللي معنا على الخط، معنا فعلا. السيده نجاح، يسعد مساكي. يسعد مساكي روعتي. يا ميت اهلا وسهلا فيك. شو اخبارك؟ هلا يا حبيبتي، بجنن حبيبتي، كلك ذوق حبيبه قلبي. الرجال المتشائمين. ايوه. نكته صح؟ لا هي مش نكته، واقع. ايوه، ليش واقع؟ واقع ما بعرف، يعني هو في دمهم هذا الاشي. و... لا هو هو حاله عاطفيه يعني غير عقلانيه. أنا... يعني مش نو انا ما بدي اعمم، بس بدي اقول 90% من الرجال مش بس متشائمين، هم نكدين. اوكي. واذا ما كانت الست قد حالها، واذا ما كانت الست نخشه ضغط. طيب وين المشكله يعني اذا كنت نخشه؟ كوني نخشي. طيب يا أخي مو بكل الأوقات الواحدة بتقدر تكون نخشي، يعني مو دايما الواحد نفسيته جاهزة. صح. قديه بتكلف الابتسامي يعني لحتى أنه تستقبل زوجك هيك بابتسامي؟ ما هو أنا بدي أبتسم. طب والإقبالي؟ بيبتسم. لا ما بيبتسم، الضحك بيعدي. هيها من تجربتها بتقول لك ما بيبتسم، ما بيبتسم. انتوا في عندكم نكد يا ست نجاح. يعني اعترفوا، عم نشحت الضحك ما عم نلاقيها يا ست نجاح. الضحك بيعدي، الابتسامه بتعدي، انت ضلك عم تبتسمي. انا بضل ارى الاغنيه اللي حطتوها اصلا بموت فيها. ضلك حبيبتي، وانا حدا بحب اضلني اضحك. يا حبيبتي انا ضحكتك بتجنن. وانا واثق انه حبيبتي يا روعه. اهلا وسهلا. انا واثق انه زوجك ابدا منه متشائم. هو مش متشائم. أي. بس هو حدا هيك يعني، ومش نكد مزيجي، بس مش غير متفاعل. غير متفاعل، هي اصلا الرجال كلهم غير متفاعلين. يا عم انت شو بتشملي هيك؟ احنا بدنا نتشكرك. تفضلي. معقول المفروض حدا قباله يعني حدا نغش بضله يضحك ويغني له يضل نغش؟ والله ما بعرف، بدك تساليهم. الله وكيلك. عن جد. الله شو بدنا نساوي. شكرا لك يا ست نجاح حبيبتي، نورتينا. وبدنا ننتقل هلا للدكتوره رولا عواد، الدكتوره انا بسميها دكتوره السعاده، معنا عبر سكايب. اهلا وسهلا فيكي دكتوره. اهلا فيكم، مساء الخير، كيف يا مساء النور.
لا بيسعدكم يا رب. دكتورة رولا، أنا بالنسبة لي دايما بقرأ مقالاتها. هيك بتستقبل العالم يعني بهالضحكة هيدي؟ شوف تفوف تفضل. شو؟ شوف معنا. لازم. هي دكتورة السعادة، إذا بتقرأ مقالاتها وبتحضر فيديوهاتها أنت لا شعورياً بتمثل كل النساء المرحات والسعيدات. اختصاصك سعادة يعني؟ هو اختصاصي هندسة بشرية، بس سعادة إشي أنا بالنسبة لي هو أساس كل شيء. يعني كل حياتنا مبنية على كيف إحنا بنفكر بالأمور، ولازم نفكر فيها بطريقة تكون إيجابية ومبنية على السعادة. طيب ست رولا أو دكتورة رولا، نحن اليوم موضوعنا عن الزوج المتشائم. الزوج ولا الزوجة؟ الزوج المتشائم. طب خلينا نسألها بظل الظروف الاقتصادية، بتجاوب على هاد بسألها بعدين على الزوجة. نسألها النسبة، قد ايه في نسبة من الزوجات ونسبة من الرجال يعني بيجوا لعندها متشائمين؟ هلا شوف النسبة صراحة بدك تحكي نفس الشيء تقريبا، ما في انه مثلا نقول الستات دائما متشائمين متشائمات والرجال لا او احد اعلى من الثاني. لا للاسف هم نفس الشيء، يعني التشاؤم حلو. موجود مش تشاؤم، خليني اسميه هو الناس يعني في عندها تحديات بكيف طريقه تفكر بالامور الحياتيه اللي عم تعيشها، كيف تواجه الصعوبات اللي عم بتعيشها، فهيك هذا الشيء اللي بيخلق والخوف من المستقبل. نعم طبعا اكيد. طيب دكتوره، كيف نحن كستات بما انه نحن دائما متهمين بانه نحن متهمات سبب بتشاؤم الرجل، كيف بتقدر اليوم الست تغير جو التشاؤم يلي بيكون مصدره صعب يمكن انه تغيره، مثل الوضع الاقتصادي الوضع الوبائي اللي نحن عم نعيش فيه، فكيف بتقدر الست اليوم تلعب دور بانه تغير نفسية زوجها المتشائم للافضل؟ سهل كتير. هو مش يعني هو مش صعب على فكرة. إذا هي تحاول تتعامل معاه بطريقة تكون مختلفة، يعني تفكر بالأمور بطريقة مدوزنة، خليني أسميها اللي هو دوزان الفكر، تفكر بطريقة أحسن، ما تفكر بطريقة يعني تفكر بطريقة مبنية على الحل مش مبنية على المشاكل، ما تفكر بالمشكلة كمشكلة ولكن تفكر كيف طريقة حلها، تكون موضوعية، تكون ودودة بالضبط، تكون موضوعية، تكون متفاهمة. خليها تحكي لها الدكتورة، خليها تحكي. أنا عم ساعدها لأنه نحن كرجال كيف بدنا نتلقى يعني هالطريقة أو هالأسلوب من المرأة. مزبوط هيك دكتورة؟ آخ يا دكتورة آخ. لا هو في منه حكيك مزبوط، إنه لازم الإنسانة تكون يعني ودودة، تكون صبورة، تكون تتعامل بطريقة مختلفة، بس الإشي الأقوى اللي هي ممكن إنها تساعد فيه أو إنها تغير من جو البيت اللي هي تحاول تحل المشاكل بطريقة إيجابية. كيف يعني؟ يعني إنه أي شيء موجود، أي تحدي موجود، تحاول تبسطه قد ما بتقدر. التبسيط هذا مش بالضرورة إنه يحل المشكلة، ولكن إنه تفكر فيها زي ما حكينا بطريقة موضوعية وتحط لها أكشن بلان، زي خطة معينة كيف إنه ممكن يطلعوا من هذا الجو، يطلعوا من هذا الموضوع، يطلعوا من هاي القصة. مية هلا إنه هي تكون ودودة وصبورة وما إلى ذلك، هاي أكيد صفات حلوة إنها تكون موجودة عندها، ولكن كيف إنها تأخذ أكشن، تأخذ يعني تعمل هذا الشيء وتأخذه على أرض الواقع تحله، هون هذا المطلوب منها. مش مطلوب بس انه هي تبرتند او انها تمثل انها مبسوطة او انها ودودة او انها كذا، لا هي المفروض فيها انه تحاول انها تحل هاي المشاكل بطريقة التبسيط، تبسطها. دائما اغلب الوقت، ما بدي احكي دائما، النساء يعني بصيروا يبالغوا شوي بموضوع المشاكل، يعني ما بيحلوا شوي بطريقة يبالغوا شوي شوي تعا معنا شوي اوكي. بس هلا شوف، هو المبالغه هاي بتيجي من باب انهم كتير ايموشنال، يعني كتير عاطفيين، كتير احساسهم عالي كتير. مش إشي سلبي على فكره، بس للاسف طريقه التعبير عن هاي العاطفه، طريقه التعبير عن هذا الفكر والمشاعر والسلوك، هي اللي شوي فيها بدها تعديل، بدها شوي دوزنه. اما المشاعر تاعتها وكيف هي عم بتطلع هاي المشاعر، لا هذا هو يعني كتير رائع الاشي تاعها، حرام ما بنقدر نظلم النساء بهذا الموضوع. يا حبيبه قلبي، في كمان نقدر نحكي عن الرجال. الرجال لما انت بدك تحكي اليوم انه الرجل هو متشائم، الرجل، لانه احنا بطبيعة مجتمعنا دائما الرجل هو اللي شايل المسؤولية، حامل مسؤولية البيت، مسؤولية الأولاد، مسؤولية الزوجة، العائلة، كل هاي الشغلات. هون احنا دور المرأة بيكون كتير قوي، انه يعني تحاول انها تخفف من هاي المسؤوليات، تحمل معه المسؤوليات الموجودة حتى لو ما انحلت المشكلة، ولكن تلاقي حلول بديلة.
في إشي اسمه دوزان الفكر. دوزان الفكر بيخلي البني آدم يطلع على الحلول المتاحة، بياخد حلول متاحة موجودة، مش بالضرورة إنه حل يكون يعني سعيد جدا زي متوقع. لا تتوقع حلول، ولكن إنه إذا في عندك حلول متاحة أكيد ترتب أمورك وتقلل من التشاؤم الناس اللي حواليك. هلا التشاؤم ليش؟ لانه هو في اكسبكتيشنز متوقع، يعني في توقعات موجوده من اللي حواليك محيطه هو عارفها رجل. تماما. نحن بدنا نتشكرك دكتورة رولا، يمكن نبلش شوي يقطع معنا، ولكن نحن بدنا نتشكرك على جرعة السعادة اللي عطتينا ياها بنهاية موضوعنا لليوم. تحياتنا لك، وأكيد رح يكون لنا معك العديد من اللقاءات. أهلا وسهلا فيك، نورتينا. شكرا دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يعني نحن بنكتفي بقول الدكتورة، يعني أكيد ما بدنا نضيف. ما في بعد دكتورة السعادة أي حاجة. دكتورة السعادة نحن نتوقف، يعني ما تجي من مستضيف دكتور السعادة أكيد. صح. نحن طبعا بعد البريك رح نتابع مشوارنا، خليكم معنا.